بالوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك تفضل تسحب لنا كده من الاسماء. بسم الله. الاخت حنان ابراهيم من القاهره، نسال الله ان يتقبل منها. حنان ابراهيم لها. الاسم حنان ابراهيم من القاهره. من القاهره، مبروك مدام حنان. عبد الله بن محمد صالح من المنيا، مبارك الحج او العمره. مبروك يا حاج عبد الله. رحاب من مصر. رحاب من مصر، بس احنا طبعا الاسماء موجوده عندنا في الكنترول، هننزلها ان شاء الله على الفيديو فونت على الشاشه ان شاء الله، عشان كل واحد بعد كده يتقدم يتوجه لقناه دريم ويستلم الصك بتاع الجائزه بتاعته ان شاء الله. اتفضل. ثلاثه وثلاثه او ثلاثه. ثلاث رحلات حج وثلاث رحلات عمره. اذا بقي ثلاثه. نعم. ام حماده من القاهره، مبارك ان شاء الله الحج وزياره الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، او العمره وزياره الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. والسلام. ما شاء الله النساء اوفر حظا هذه الليله. الاخت نجوى من القاهره. نجوى من القاهره، مبروك الحج او العمره ان شاء الله باذن الله. الاخير الاخ احيمد من الاقصر. احيمد، مبارك زياره سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم مع الحج والعمره. الاقصر، الف مبروك للفائزين، واحنا ان شاء الله هنعلن الاسماء الثانيه هنحطها دلوقتي. هيبقى في ثلاثه فائزين برحلات الحج وثلاثه رحلات العمره، لكن ارجو طبعا ان تنطبق عليهم الشروط، ان السيده تكون قد بلغت السن، لان هي لازم يكون معاها محرم، وان هو الشاب يكون معاه اعفاء من التجنيد عشان يقدر ياخد تاشيره ويسافر ان شاء الله. والف الف مبروك للفائزين، الثلاثه الفائزين برحلات الحج والثلاث الفائزين برحلات العمرة. من فضلكم يتصلوا بالكنترول بتاع البرنامج الآن بعد انتهاء البرنامج عشان يجوا قناة دريم إن شاء الله، هيبلغوهم إمتى يستلموا صك العمرة عشان يتجهوا إلى الوقف المصري لمجموعة عامل لاستلام الجائزة والتمهيد لسفرهم إن شاء الله لأداء مناسك الحج والعمرة. مولانا، يعني في نهاية هذا الحوار وفي نهاية هذا اللقاء الجميل، نعم في نعم في ثلاث رحلات، في كمان الخير جاي جديد، في كمان رحلتين حج كمان مقدمين جن على الهواء من جهه خير، نسحب كمان اثنين يا مولانا. شاهيناز الانصاري من سوريا. شاهيناز الانصاري، مبروك يا حج شاهيناز الحج، الف مبروك. انغام علي من مصر. انغام علي من مصر، من مصر. كده عندنا ثمانيه فائزين، في ثلاثة فائزين برحلات العمرة وفي ستة فائزين برحلات الحج. ألف مبروك مولانا في نهاية الحوار. نرجو أن تدعو أن نؤمن خلفك. فقط أود أن أذكر أن الذي يكرم بالعمرة في شهر رمضان له مزية خاصة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. فأجر العمرة في رمضان أجر الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامنا عن معيته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أسأل الله أن يتقبل من الذين تبرعوا ومن الذين سيذهبوا أن ييسر لهم ذلك، وأن يبارك فيك يا أخ عمرو على حسن، دكتور عمرو على حسن القيام بهذا الأمر، وأن يتقبل منك ذلك، وأن يبارك لإخواننا في قناة دريم على هذا الجهد. إن شاء الله نلتقي في هذه القناة على برنامج الشجرة الطيبة يوميا بمشيئة الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. الحمد لله الذي وفقنا ومد لنا في العمر حتى أدركنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريد، يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم إذ بلغتنا هذا الشهر فأعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن، وافتح لنا في حسن تدبره وفي تجليات أنواره وبركاته، وأكرمنا في هذا الشهر بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار، واجعلنا من الذين اخترتهم لمصافاتك ولمنادمتك ولمناجاتك في الليالي الشريفة، وأشهدنا ليلة القدر، واجعلنا من أهل عمارتها ظاهرا وباطنا مع القبول منك يا كريم. اللهم واجعل هذا الشهر شهر توبة لنا من معاصينا وذنوبنا، فقد سئمنا من المعاصي والذنوب. تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا، واجعلها خاتمة للمعاصي فاتحة للطاعات، نبقى عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم وبارك في هذا البلد مصر المباركة، ابسط فيها بسط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والتقى والعفاف،
وجنبها وأهلها ومن حل فيها أسباب الفتن والمحن والمعاصي والذنوب والأذى والقتل ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين واحفظ المعتمرين وزوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا هذه البركة يا رب العالمين. اللهم واجعل في هذا الشهر جمعا لكلمة أمة سيدنا محمد، فرجا لإخواننا في فلسطين وحفظا للمسجد الأقصى، فرجا عن إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي اليمن وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنه قد نزل بالأمة ما نزل مما لا يرفعه سواك ولا يدفعه أحد إلاك، فنسألك أن تجعل من فضل هذا الشهر الكريم رجوعا لقلوب المؤمنين إليك، ويكون ذلك مفتاحا للفرج ورفعا للضيق والحرج وتأليفا للقلوب يا مقلب القلوب والأبصار. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله منك ومنك مولانا. وإحنا طبعا متوقفين، برنامج حياتنا متوقف طوال شهر رمضان. مولانا الحبيب لي برنامج أكثر من رائع اسمه الشجرة الطيبة، أرجوكم أن تحرصوا على مشاهدة هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله بعد العيد يعود برنامج حياتنا مرة تانية إن شاء الله بإذن الله. مولانا كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم وبارك عليكم الشهر وعلى الأمة الإسلامية. إحنا بنسعد بوجودك معنا في مصر، حفظكم ربنا يخليك لنا دايما كده ويبارك فيك، حفظكم الله دايما إن شاء الله. حفظكم الله وبارك فيكم. ونحن إن شاء الله نفطر غدا في مصر ونتوجه إلى الإمارات لعقد الدروس هناك في مجلس البخاري، نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكركم جدا جدا، كل سنة وحضرتكم طيبين، كل سنة وجميع المسلمين في أنحاء مصر في أنحاء العالم العربي في أنحاء المعمورة طيبين وبخير. يا رب يكون رمضان شهر خير ويوم وبركة علينا كلنا، ربنا يغفر لنا ويثبتنا ويتجاوز عن سيئتنا ويكون شهر كريم علينا إن شاء الله بإذن الله. بشكركم جدا جدا، كل سنة وحضرتكم طيبين ورمضان كريم، ونلتقي بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك وحلقات جديدة من برنامج حياتنا. عارف يا قلبي قد إيه أنا نفسي أشوف سيدي وحبيبي اللي عاشق اسمه حروف.